البيتا بلوكرز أشهر أدوية الضغط والكارديوفاسكولار عموما. هنعرف ايه هي الميكانيزم بتاعتها اليوزس والسايد افكت والكونترا انديكيشن. عشان نفهم بتشتغل ازاي لازم نفهم البيتا روسيتورز ديت بتعمل ايه، عشان لما نقفلها بالبيتا بلوكرز ايه اللي بيحصل وهنستفيد منها ازاي. البيتا ريسبتورز جزء من الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي بيتقسم للي سيمباثيك وبارا سيمباثيك. سيمباثيك اللي بيشتغل لما الانسان بيكون تحت ستريس، والبارا سيمباثيك وقت الريلاكسيشن. سيمباثيك بتاع الفايت اند فلايت، والبارا سيمباثيك بتاع ريست اند ديجست. السيمباثيك دوت لما الانسان بيكون تحت ستريس بيطلع لي الادرينالين والنور ادرينالين اللي بيشتغل على الألفا وبيتا ريسبتورز اللي منتشرة في أجزاء الجسم كلها. احنا هنفوكس على البيتا ريسبتورز. البيتا ريسبتورز دي موجودة فين؟ موجودة في الهارت، في البلود فيزل، في اللونج، في الليفر، في الآي، في الكدني. في الهارت والكدني موجود بيتا 1 ريسبتورز، في الباقي كله موجودة بيتا 2 ريسبتورز. بتشتغل ازاي البيتا ريسبتورز؟ الانسان بيكون تحت ستريس، يعني مثلا في فايت، فكل الاورجانز دي هتحاول تساعده في الفايت بتاعه. يعني القلب هيحاول يضخ دم كتير فهيزود لي الكونتراكشن والهارت ريت. الكدني هتحاول ترفع لي البلود بريشر وتمنع ان احنا نفقد الميه في البول فهتزود لي الرينين وتشغل لي الريس سيستم. البلود فيسلز هتوصل لي البلود للسكيليتال ماسل اللي هتشارك في الفايت، هتعمل لي فازو دايليتيشن وتمنع لي الدم عن الاجزاء اللي ما بتشتغلش زي الانتستين والسكن. اللونج هتحاول تجيب اكسجين كتير، هتعمل لي برونكو دايليتيشن. الليفر هيزود لي الجلوكوز بالجلوكونيوجينيسيس. الاي هتزود لي الفيجوال فيلد، هتعمل لي بيوبل دايليتيشن ونتيجه زياده البلد اللي رايح ليه. السيلري ابلسيليوم فهيزود لي الاكواسيوم. احنا لما نقفل بقى البيتا ريسبتورز بالبيتا بلوكرز ايه اللي هيحصل؟ كل الحاجات دي هتقل. من اول الهارت هيقلل الكونتراكشن وهيقلل الهارت ريت، هيقلل البلد بريشر لان هنقلل الرينين في الكدني، هيقلل الفازو دايليتيشن البلد اللي رايح للسكيليتال ماسل، هيعمل لي برونكو كونستريكشن في اللونج، هيقلل الجلوكونيوجينيسيس اللي في الليفر، هيقلل لي البيوبل دايليتيشن. هنستفيد من الإفكت ده ازاي في اليوزس؟ يعني في الهارت هنستخدمه في الاسكيميك هارت ديزيز والسوبر فنتريكولر اريزميز زي حالات الكالسيوم شانل بلوكر اللي اتكلمنا عنها، لان هتقلل لي الكاردياك بورك وتقلل لي الاكسجين ديماند وتزود لي الكورونري فيلينج. هتقلل لي الهارت ريت فهنستخدمها في السوبر فنتريكولر اريزميز. هنستخدمها في الهايبرتنشن لان هي هتقلل لي الريس سيستم في الكدني، والهارت هيقلل الكاردياك اوتبوت. وبعد الدراجز هنفهم ازاي بتعمل لي فازو دايليتور افكت. في الاي بنستخدمها في حالات الجلوكوما نتيجه ان هي بتقلل لي الاكوس هيومر. طيب ايه هي السايد افكت؟ من زاد عن حده انقلب الى ضده. قللنا الكونتراكشن قوي هيحصل لي مايكارديال ديبريشن، قللنا الهارت ريت قوي هيحصل لي بريديكارديا، قللنا البلاد بريشر قوي هيحصل لي هايبوتنشن، قللنا البلود فيزل اللي رايح للسكيليتال ماسل هيحصل لي فتيك، في اللونج هيحصل لي برونكو كونستريكشن، في الليفر سبيشالي في عيان الدايابيتس اللي هو مثلا بيدخل في هايبوغليسيميك كوما نتيجه ان هو بياخد الانسولين او جرعه الاورال هايبوغليسيميك وينسى ياكل، فالليفر مش هيقدر يواجه دوت بان هو يكون لي جلوكوز جديد بعمليه الجلوكونيوجينيسيس، فدي هتبقى مشكله. تاني مشكله ان هو ان نتيجة ان احنا بنقفل السيمباثيك فهي ماسك السيمتومز بتاع الهايبوبلايسيم. من السايد افكت هنفهم الكونترا انديكيشن. هنقلل في حالات الكونجستيف هارت فيلير. هارت فيلير يعني مش قادر يكونتراكت، فمش هندي حاجة تقلل الكونتراكشن دوت. في حالات البريديكارديا والهارت بلوك هو اوريدي بيقلل الهارت ريت. في الاسيليتس لان هو بيحتاج بلد يروح للسكيليتال ماسل. في حالات البريفرال اسكيميا هو بيقلل البلد اللي رايح للبلد فيزل في السكيليتال ماسل والبريفري، فاحنا مش هنقللها زياده زي في حالات الرينوت سيندروم والانترميتنت كلوديكيشن.
في حالات اللونج especially في الأزمة contraindicated absolute contraindication not preferred في حالات الديابيت للأسباب اللي قلناها، وكمان بيقلل لي البلد اللي رايح للبريفري، ولما يكون في diabetic foot فهنزود لي الموضوع سوء. طيب بتتقسم لي البيتا بلوكرز لي نون سيلكتيف وسيلكتيف على بيتا 1 بس، وسيلكتيف على بيتا 1 ولها فازو دايليتور افكت، وبيتا والفا بلوكرز. النون سيلكتيف الالفا بلوكرز هنفهم ان هي بتشتغل على البلود فيسلز، النون سيلكتيف زي البروبرانولول والتيمولول، سيلكتيف على بيتا 1 زي الاتينولول والبيسوبرولول والميتوبرولول، بيتا 1 سيلكتيف فازو دايليتور افكت زي النبيبرولول، وبيتا والفا بلوكر زي اللابيتولول والكارفيدولول. الالفا ريسبتورز موجوده في البلود فيزلز، فلما هنقفلها هيحصل لي ديكريس في البلود بريشر لانها تمنع لي الفازو كونستريكشن.